يلوموني اذا قلت قلبي تولع بالرياض من جد. شيء لطيف صراحة. وبعدين شايف كل حاجة تحتك، يعني كل الفعاليات اللي شغالة دحين موجودة تحتك، تحس مشرفين كذا اللوكيشن هذا. على سيرة الفعاليات، إيش رأيكم في ثقافة الفرح والترفيه هذه اللي داخلة علينا جديد؟ كيف تحس أنت كأشخاص وكشباب لما تخرجوا تروحوا إيفنت، تحضروا مثلاً مسرحية، كونسرت، أي حاجة من الأشياء هذه الحلوة اللي صايرة عندنا في الرياض، كيف يأثر عليكم الشيء ده كأفراد؟ من الأشياء اللي مرة شدتني المجتمع والناس كيف يتكلم، صارت يعني أركب مع تاكسي وأشوف الرجال يتكلم يقول مكان ما أروح صرت أشوف فعاليات الناس تتكلم عنها، الناس تبي تروح، تبغى تيجي هنا، تبي يعني حتى يعني قال لي كذا بنفسه من جد، قال لي أنا الصراحة صرت أفكر إنه ما أحتاج أسافر من جد، أنا ما أحتاج أروح أي مكان. ولما تكلمت معه قلت له يا رجل في أشياء عندنا الآن أنا ما أشوفها برا، يعني من جد الصراحة الإحساس الفرح اللي أنا شايفه بين الناس مو عادي. وكمان يعني هذا الفنون وهذا التنوع اللي قاعد نشوفه يأثر حتى على الناس، على الشعب، الناس اللي ما قد شافت عروض، اللي ما قد شافت تنوع في عروض عالمية زي اللي قاعد تصير، أتوقع الشيء هذا يأثر عليهم بشيء إيجابي، يعني تحس إنه نفسياتهم بتتغير، تحس فيه كذا فعلا أثر كثير، أحسه في نفسيات الشعب واللي كل اللي بيجوا، يعني حتى اللي أشغالهم وانشغالاتهم اللي بتصير في البلد ما تسمح لهم إنهم يسافروا، ما يزعلوا على الشيء ده لأنه كل حاجة جات لعندهم من فعاليات زي ما قلتي، من مسرحيات، سينما، كل شيء موجود للشعب. وكثير ناس كانت عندها يعني تخوفات، عرفتوا اللي ممكن يكون ما في سلوك حضاري ولا الناس تكون يعني في أذية ولا شيء، بس والله الصراحة رحنا وشفنا ومن جد الناس يعني متحضرة والناس بتنبسط بأدب ومحافظين على هويتهم، يعني في لمسات من بلدنا واضحة في الأشياء يعني، وأكيد سنة عن سنة حتتغير وحتزيد وهذا شيء. أنت قصدك إنه العروض أكثر عالمية، وتتوقع إنه بعد فترة حتكون العروض بشيء سعودي بطابع سعودي؟ صحيح، أو ديزاينات فيها كده وكده، وتوقع إنه بتزيد وبتزيد الهوية والناس حيزيد إبداع الشعب السعودي كيف حيبان في المواسم الجاية. مزبوط، هو already باين مزبوط. وكمان يعني مع التنوع اللي موجود في كل حاجة لكل شخص مختلف، في للكبار، في للصغار، في للي يحب الثقافة، في للي يحب الأغاني، في شوبينج، في أكل، في كل حاجة يشمل كذا أذواق الناس، ما هو شيء واحد. حتى اللي يحبوا الشعر بيلاقوا الشعر، اللي بيحبوا الأغاني القديمة موجودة، مسرحيات موجودة.